السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مدى الخامس والعودة بتعادل إيجابي بهدفين مثلما، وإن كان قريبا من العودة بانتصار، والنقاط الثلاث سيحاول تأكيد ذلك. المظهر القوي تحت قيادة المدرب المصري طارق مصطفى، المغرب الفاسي تمكن الموسم الماضي من إنهاء ورفقة الموسم. نتابع الصور، نتابع هذه الاحتفالية الكبيرة لجماهير فريق أولمبيك أسفين، صور جميلة صراحة وروح رياضية كبيرة بين كل الجماهير، تنظيم محكم هنا بملعب المسيرة بأسفين. فريق أولمبيك أسفين اللي كيقودوا المدرب طارق مصطفى، اللي قاد الفريق الموسم الماضي للحفاظ على مكانته بالدوري الاحترافي، واللي اكتسب خبره الان بالدوري، ويبقى الهدف الاساسي هو التنافس على المراتب الاولى ولعب ادوار طلائعيه في منافسات الكاس لارضاء طموحات وانتظارات هذا الجماهير الكبيره والجماهير المسبيويه. المغرب الفاسي كما قلت طموح اليوم هو تحقيق اول انتصار بالموسم رغم الصعوبات المهمه. عبد الحي بن سلطان كما قلت اول اكراه هو على مستوى التركيبه البشرية، وبالتالي وجد نفسه محروما من عدد كبير من اللاعبين إما لعدم تأهيلهم أو بسبب الإصابة، مما جعل هامش الاختيار البشري كيعرف صعوبة كبيرة. على مستوى الأرقام، على مستوى المعطيات، نذكر بأنه الموسم الماضي لقاء دام تاب 0 لمثله هنا بملعب المسيرة، ولقاء إياب هدف لمثله بين الفريقين سجل المغرب الفاسي على الدين أجراي لغادر الفريق، هو البوركينابي جبريل وطرا في الوقت لمنافسات كأس العرش الدور الثمن النهائي، كان عرف فوز فريق المغرب الفاسي كاس الاهداف مقابل هدف واحد. يوسف اقردوم، هيثم عينه، وايوب 1-0 للمغرب التطواني هدف محمد كمال، والاتحاد الرياضي التركي انتصر على فريق الرجاء الرياضي البيضاوي بهدف احمد الخليج. المباراه الوحيده اللي ما عرفاش توقيع اهداف هي اللي انتهت منذ قليل بين حاسه اكادير واولمبيك خليبقه في انتظار اخر مواجهات الجوله التاليه. المباراه كانت بين اولمبيك اسفي والمغرب الفاسي بعد مرور 9 ديال الدقائق، دائما التعادل سلبي 0 لمثله بين الفريقين. شرط فائده اولمبيك اسفي، هذه تنفذ من طرف محمد مراد النجي، كيطلب من اللاعبين يطلبوا الكره. مراد النجي كما عرفت جاء لاعب محمد البورابي، تمريره ولكن سهله في يد الحارس زوين عروبي صاحب الخبره صاحب التجربه، زوين عروبي الحارس السابق للدفاع الحسني الجديدي نادي القنيطري الوداد احد السعودي المغرب التطواني والنهضه البركانيه. كانت هذه المحاوله محمد البورابي، تمريره ولكن كانت سهله في يد الحارس زوين عروبي. زكريا بن معاجي لاحظوا التنفس القوي من اجل استرجاع الكره، كان تدخل امام سليمان العمراني طرف لاعب زكريا بن معاجي. امامنا سليمان العمراني وروح رياضيه كبيره بين اللاعبين. تابعوا من جديد هذه المحاوله، المراوغه ثم التدخل، الحكم كان قريب كيعلن على خطا لفائده فريق المغرب الفاسي. غادي يتنفذ من طرف لاعب علاء الدين بوشنا، حكم كيطلب اللاعبين الان كيشكلوا الحائط بالنسبه لفريق اولمبيك اسفي بانه يعطيو الامتار القانونيه. علاء الدين بوشنا رفعت الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه، مشات جانبا، فرصه لفائده الفريق المغرب الفاسي مره اخرى بواسطه اللاعب هيثم عينه، تمريره داخل منطقه الجزاء الراسيه مشات جانبا من القائم الايسر لمرمى الحارس خالد علوي. تابعوا من جديد هذه الفرصه وهذه المحاوله، لعبت الكره بشكل ممتاز وهيثم عينه خارج ارضيه الملعب. جاري محاوله، عبد الغفور مهري في المكان المناسب يضع الكرة في الشباك، وهدف أول لفائدة فريق أولمبيك أسفي. فرحة كبيرة للجماهير بهذا الهدف، كانت تسديدة قوية من المرابط، بعد ذلك تسديدة ليونس النجاري، تصدي الحارس زويل العروبي، ولكن لما يكون عندك هداف وعندك قناص بقيمة عبد الغفور مهري
فالهدف الاول لفائده فريق اولمبيك اسفي لاحظوا الفرحه ديال الطاقم التقني تحت قياده المدرب المصري طارق مصطفى. بالتالي 18 دقيقه كانت كافيه لفريق اولمبيك اسفي من اجل تسجيل الهدف الاول. نتابع هنا التمويه ممتاز والمراوغه ليونس الجاري يسدد بقوه. عبد الغفور مهري في المكان المناسب يضع الكره في الشباك وهدم اللاعبين وهدم القناصين للاهداف. عبد الغفور مهري في المكان المناسب يضع الكره في الشباك. اذا الهدف اول لفائده فريق اولمبيك اسفي بواسطة لاعب عبد الغفور ميري لاعب سابق اتحاد سيدي قاسم الكوكب المراكشي داخل منطقة الجزاء. زكريا بن المعاشي كان خطأ المستوى التقدير يعني لم يستغلوا زكريا بن المعاشي الذي يسدد فوق المرمى. تادي كتضيع محاولة كان بإمكانها تعطي هدف تعادل. لاحظوا سليمان العمراني حاول يخلي الكرة لخالد علوي ولكن ما تابعش بأنه كان هناك زكريا بن المعاشي اللي خدا الكرة سدد الفاسي اللاعب المالي. البداية كانت بباماكو. لاحظوا التدخل ديال سيدا بانفا. تادي كان تنافس إيفواري مالي في الكرة الأخيرة. واللاعبين الأجانب دائما هما مرحب بهم بالدوري الاحترافي شريطة تقديم الإضافة للأندية الوطنية لأنه لما كيجي لاعب محترف خصو يكون المستوى ديالو أفضل من باقي اللاعبين وإلا أنه تعطى الفرصة للاعبين شبان ولاعبين ديال الأمل. وصل بأنه كل الأندية الآن أصبح اشتغال كبير على مستوى القاعدي على مستوى التكوين. مشات كرة لمحمد مراد الناجي. أسامة محروس مرة أخرى مراد الناجي ولكن استعادة الكرة من طرف لاعب سيلا بانفا والكرة من طرف لاعب محمد مراد الناجي اللي تمكن من إعادة الكرة بالصدر للحارس خالد علوي. نصف ساعة مرات تكلموا الآن 15 دقيقة الأخيرة من الجولة الأولى. النتيجة 1-0 هدف عبد الغفور ميري كان في حدود الدقيقة 18. زكريا بن المعاشي مشى من الجهة اليمنى. بن المعاشي حاولت المراوغة. زكريا بن المعاشي رفع الكرة فرصة هدف التعادل لفائدة فريق المغرب الفاسي. بواسطة الكابوني لويس أميغا أتشانغا اللي تمكن من وضع الكرة في الشباك بعد تمرير عرضية. تدخل خالد علوي ولكن الكرة وصلت للويس أميغا اللي تمكن من وضعها في الشباك وهدف التعادل لفائدة فريق المغرب الفاسي. كرة طويلة يونس النجاري هذه فرصة سديدة تدخل زوال العروبي اللي كيبعد الكرة للزاوية. فرصة لفائدة فريق أولمبيك أسفي تسديدة قوية بواسطة لاعب منصف العمري. تابعوا من جديد يونس الجاري وسطات الكرة لمنصف العمري يسدد وتدخل الحارس زويل العروبي اللي بعد الكرة للزاوية. زاوية لفائدة فريق أولمبيك أسفي هذه المرة من الجهة اليمنى. الحكم كيطلب تنفيذ الزاوية. دعمات الكرة مرة أخرى تعود لمحمد المرابط. كيحاول يرفع الكرة فرصة وتدخل الحارس زويل العروبي. لو كانت المتابعة ديال عبد الغفور ميري الزوير العربي في المكان المناسب. لكن تابعوا المحاولة. الزوير العربي اللي كما قلت خبرة كبيرة على مستوى المرمى ديال الفريق. هذه فرصة وزكريا بن المعاشي. امام المرمى لو يعني يمكن نقول بسنتيمترات لو لمس الكره كانت غتشكل خطوره كبيره على مرمى الحارس خالد علوي. تابعوا من جديد التمريره ديال حمزه الجناتي. زكريا بن المعاشي لاحظوا ممتازه من عبد الله ديالها فرصه هدف ولا اجمل ولا اروع للمالي عبد الله ديالها. تسديده قويه تعانق شباك الحارس زويل العروبي.
عبد الله ديارة، هدف يمكن نعتبره من اجمل الاهداف اللي تسجلت بدايه هذا الموسم. الماني عبد الله ديارة، مراوغه ممتازه، تسديده كانت بطريقه ديال اللاعبين الكبار، كره عنقات شباك زوير العروبي. امامنا عبد الله ديارة قادم من باباكو، سريع واتزم اتحاد طنجه، يضع الكره في شباك فريقه السابق المغرب الفاسي بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذه الجماليه وبهذه الفنيه وبهذه التقنيه من لاعب اسمه عبد الله ديارة. تحدث على اللاعب المحترف، الا ما كانش يعطينا صوره بهذا الشكل وبهذه الفنيه فاعتقد غادي نكونوا ضيعنا اشياء كثيره. لاحظوا مراوغه جميله وهدف صراحه اقل ما يقال عنه بانه هدف جميل. اذا جوج الاهداف مقابل هدف واحد اللي فايده فريق اولمبيك ازافي، الهدف الثاني بواسطه لاعب عبد الله ديارة، لاعب الماني اللي كيوقع في شباك فريقه السابق، وبالتالي فريق اولمبيك ازافي على بعد ثواني من نهايه الوقت الاصلي للجوله الاولى يتمكن انه ياخذ التقدم في هذه المباراه بهدفين لهدف واحد. عبد الغفور ميري وعبد الله ديارة، ثنائيه لاولمبيك ازافي في الوقت الاولى ديال منصف العمري. امام زكريا بن معاشي والحكم يعلن على خطا لفائده فريق المغرب الفاسي. كل ما كان هناك كره ثابته صعود هناك احتجاجات من هيثم عينه، ولكن الحكم خلى الامتياز لان الكره كانت في صالح فريق المغرب الفاسي، وهذا هو اللي كيحاول عند منصف زين علوي انه يشرحوا لهيثم عينه لانه كانت كره قريبه من مستطيل العمليات. غادي تنفذ الشرط، يوسف اكردوم داخل منطقه جزاء زكريا بن معاشي، فرصه زكريا بن معاشي وتدخل الدفاع الكبعاد الخطوره مره اخرى. هيثم عينه ترجع الكره من طرف اللاعب حمزه الجنتي على مستوى الجهه اليمنى، طريق السيتي، السيتي من جديد شات كره في الجهه اليمنى، هيثم عينه يعيد كره لطارق كينيا بهدف لمثل شباب المحمديه اللي انتصر على المدير الجديد بواحد صفر. شباب سوالم الرياضي فانهزوا امام الفتح الرباطي بهدف لي لا شيء في الوقت تبعد المحاوله لفائده فريق اولمبيك ازافي بواسطه لعبه ميري، تسديده ولكن ما كانتش بالقوه الكافيه، تدخل الحارس زوال العروبي. المغرب التطواني امام اتحاد طنجه ديربي الشمال، فانتهى بفوز فريق المغرب التطواني بهدف لا شيء، هدف محمد كمال. هو اتحاد الرياضي التركي الذي تمكن من الفوز واسقاط فريق الرجاء بهدف لاعب احمد الخرج